النادي الاهلي هو النادي الاساسي للشعب المصري، ولذلك اغلبيه الشعب المصري كله اهلاوي. النادي الاهلي ده انتماء، التالتة شمال. النادي الاهلي ده العشق، الاحترام. النادي الاهلي ده مهما تتكلم عن عمرك ما هتدي له حق ولا توصفه بامانه. يعني النادي الاهلي يعني بيخلي الواحد يعيط يفرح. يعني الاهلي اسد. من صغري وانا نشات على تشجيع النادي الاهلي، يعني انا بشجع النادي الاهلي اساسا بالوراثه. بالوراثه طبعا انا كابتن خطيب، كابتن طاهر، كابتن متعب، دول النماذج بتوعي بتوع النادي الاهلي. بالامانه الواحد بينتمي للنادي الاهلي، الكيان نفسه يعني، والمبادئ والقيم بتاعت النادي ورؤساء النادي على مر العصور كلهم. حتى يعني ابسط حاجه ان كابتن محمود الخطيب بعد ما مسك على طول، يعني ابسط حاجه بيقدم الشكر للمجلس اللي قبله، والمجلس اللي قبله بيدعمه. الاهلي ده حياه، الاهلي ده كيان، الاهلي ده انا متربي عليه من صغري. الاهلي اتربيت عليه من صغري، وابويا وامي والجماعه عندنا كلهم بيعشقوا النادي الاهلي، بيعشقوا حاجه اسمها اهلي. الاهلي ده كيان، الاهلي ده يعني انا عايش، يعتبر عايش على حسه. الاهلي ده بعشقه، وهو اللي خلاني اعشق كره القدم بصراحه. النادي الاهلي علمني حاجات كتيره قوي، انا خدت اخلاقيات النادي وماشي بيها في الشارع، بتعامل مع جمهور الشارع او الشعب المصري باخلاقيات النادي الاهلي وقيم ومبادئ النادي الاهلي، من اول مجلس اداره مرينا بيه لحد وجود الكابتن محمود الخطيب والعمري فاروق وكل الزعماء دولت. يعني اهلنا واصحابنا وجيراننا، لما يكون في ماتش مثلا زي الاهلي والزمالك، ماتش نهائي، ماتش زي ماتش عماد كاس الكونفدراليه ده عمري ما هنساه الصراحه. كنا قاعدين لحد الدقيقه، انا وعيلتي كنا قاعدين في بيتنا لحد الدقيقه 90 كده تقريبا، لما متعب جاب الجون في اخر ثانيه في الدقيقه 90. دي كانت الفرحه الوحيده اللي في النادي الاهلي عمري ما هنساها اطلاقا على الاطلاق. فرحه الاهلي، فرحه الجيران، فرحه اللمه، فرحه الصحاب. النادي الاهلي مبادئ وقيم والذكريات الجميله. كان جون ابو تريكه في الصفاقسي، كان في نهائي دوري ابطال افريقيا، وده جون ما يتنسيش. وجون عماد متعب في الكونفدراليه في اخر دقيقه برضه في النهائي. فطبعا ده نادي مبادئ وقيم، واحنا بنشجعه عشان نادي مبادئ وقيم وبنحب النادي.